لنا في الأمس أسماء تراءت نجوما تحرس الكنز الثمينا تمر بنا السطور إذا قرأنا تذكرنا الحروف إذا نسينا الكنز. طفل صغير بعد لم يفطم في بطن مكة ضامئ المبسم وبرحمة من ربه الأكرم نبعت له ولأمه زمزم. من هو الكنز؟ إسماعيل عليه السلام، ذو الكفل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، داود عليه السلام،